باي وقت هرن عليكي ترد. ايه الشكل اللي داش على عنيرة؟ كمان نجاتي من غلطه وليلي انا وليك عليكي وعطيني الكام لست وحدك حبيبها دي بصعبة الشلة كلها حبيبها والكل راشي جنبها حبيبها بطار في روحي كلها عايزة 100 جنيه انير يا حبيبي بيها ايه؟ عايزة اجيب زبدة دايت زبدة دايت؟ انت عايزة بقرة دايت جاتي تنيلة هضبت الاهرام عايشة معانا في البيت ده قصر الدنيا ازعر سمعتك سمعتك قلت قصر ديلي قول انا ما ذاكرتوش جه حاجه ممكن اسال سؤال هو الامتحان ده طبيعي ولا قيصري ولا اتش السؤال الخامس ياد رقم 3 ماله تعبان شو بيسل طول النهار بيسل قرفت انت بنت واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا راعي يا ماما ان انا عيل غبي يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك نعم يا اخويا هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصك هتمد ايدك همد ايدي والنبي طب تعالي بقى تعالي اوريكي إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا لو زعل أنا بصالحوا حبيبي بالقلب صاير لا كده استهبال كده مش منظر مش شغال حبة معايا وحبة عليا يلا تعالوا تعالوا يا عيال دلع دلع دلعني الفرحة دي بتولعني دلع دلع دلعني الفرحة دي بتولعني هي دي العربية اللي انت هتسوقها متشكر يا باشا تعالى هنا رايح فين رايح اسوق تسوق ايه العربية عربية عربية ايه العربية ده ايه انت عارف العربية دي واقفة على الوزارة بكام يا عم انت هتزلونا بكام يعني بالشيء الفلاني مش عارف الرقم اصلا مالكش دعوة انت اعرف الرقم ده ما يخصكش انت الرقم بس انا زعلان منك يا زميلي ليه يا اسطى عشان ما قلتليش كل سنه وانت طيب بمناسبه ايه اول امبارح كان عيد العمال وانا عامل عامل ايه الحمد لله وانت الحمد لله كويس يا رب مش هتسيبيني ابدا اشر حتى واحنا بناكل ايوه اسيبك ليه يا ابني وانت هتاكل انا هاكلك وتاكليني ايوه مش هتقرفي لا اقرف ليه انت برنس انت اساسا ريحتك لوحدها جامده بتون صوتك انا نفسي وبجيب لها مفيش مناسبه عدت الا لما جبت لها حاجه اقسم بالله اقسم بالله ما بغيرش البوكسرات وبجيب لها هدايا عندي بوكسرين بالعدد ببدل فيهم وما اشتريتش لنفسي بوكسرات هدايا كتير زي ايه بس طقم في الاخر ايه هتعلنها بقى اعلن ايه جوازنا ما عرفتيش المفاجاه مش احنا طلعنا راضيين على بعض ايه هتسالي بعض راضيين على بعض ايه الله يخرب بيتك احنا في فرق بيننا 10 سنين ما انا قعدت ارضع كتير قوي ما انت عارفاني في الرضاعه بقى ما بصدق مش هو اللي دخلني ما كبر ليش في خادي يا مصاب ومش عادي ابو مش بسكوت ابو ده حدوته بحب ابو منه فاطمه واحده منه في تلقاني في جاكا براجي يا رب انجح يا يا رب انجح يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي انجح 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 مكنخ يا ابني انت ايه ما عندكش مدرسه تروحها ولا ايه خدت الاجازه وهتقعد طول الاجازه ترش عليا ميه افضل ارش عليك ميه بطل الرخامه يا حماده انا اسميش حماده انا اسمي توفيق ايه بقولك ايه انت عمرك صاحبت قبل كده يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده بص مني يعني واد امور وشيك فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده لا انت شيك قوي بصراحه ميرسي عجبك الاصفر تحفه هات ال ها سيب ال ها هات ال ها سيب ال ها مش قصدي ال ها اوعى ال ها حلو قوي كده هات ايمن ايه اللي انت جايبه ده حمدي حمدي مين حمدي الكلب جايبه ليه يعني ما هو ده كلب واحد صاحبي بس متربي معايا انت وصاحبك متربين مع بعض يعني لا انا والكلب اللي متربين مع عارف البنت تحب تتشد الست اقوم على المسرح ترقص كده اعمل لك كده لو انت بنظره خيالك تسرح لبس تشوفه ولبس الدم انا بتعدى